sale loco de contento con su. في الفيديو هذا هنتكلم عن كيف تربح عن طريق الانترنت. تمام، اول حاجه لازم نعرفها انه الانترنت او المواقع او التطبيقات كلها هي مجرد وسيله. تمام، هي مضمونها من السوق، لكن هي فقط وسيله حديثه بس. تمام، كل شيء يحصل في النت هو كان يحصل في الحياه العاديه. تمام، خذ عندك بالنسبه للمواصلات اوبر وكريم، انت كاسي موجودين من اول. خذ عندك بالنسبه لبيع التجزئه سواء السوق او مول او ايش ما كانت الشركه او جوميا مثلا، هذا الشيء موجود من اول. تمام، لكن كل الشركات او الوسائط الموجوده حاليا هي عبارة عن وسيلة جديدة، تمام، في الحصول على الخدمة. تمام، طيب خلينا نقسم الأشياء اللي موجودة ومرغوبة بالنسبة للزبون هي حاجتين، هي برودكت منتج. تمام، او خدمة. اي حاجة ليها مقابل هي اما منتج او خدمة. تمام، انت ايش دورك قبل الانترنت؟ تمام، كان انت ممكن تقول والله المنتج الفلاني ممتاز، تمام، ولكن ما تحصل على مقابل النصيحة اللي انت قدمتها. تمام، ممكن تقول الخدمة الفلانية ممتازة، تمام، بس ما راح تحصل على مقابل في الخدمة اللي أو النصيحة اللي قدمتها. تمام، الآن تقدر، عندك الإمكانية إنك أنت أي منتج بتقول إنه والله إنه كويس، أو تحصل الفرصة المناسبة أو المناسبة الصحيحة إنك أنت تبيعها، لك فائدة فيه. تمام، وهنا برضو بالنسبة للخدمات، إذا أنت رشحت خدمة معينة وتم شراء الخدمة هذه لك مقابل فيه. طيب الآن الكلام هذا وإن كان صحيح وفي له دخل، تمام، لكن زيه وزي كل المجالات، تمام، يعتمد عليك أنت قبل الادوات، قبل ما يكون في استخدمت الادوات الصحيحه او عملت دعايه او لا او الى اخره، يعتمد عليك انت بالاساس. هل انت شخص يعني طبيعتك في البزنس كويسه؟ تواصلك مع الناس كويس؟ تقدر توصل للشريحه المستهدفه؟ تقدر تختار المنتج المناسب والخدمه المناسبه؟ وتقدر تسوق صح؟ وتقدر تشتغل في المجال هذا؟ في ناس حققوا أرباح كثيرة وفي ناس ما حققوا أي حاجة، وفي النهاية يعتمد عليك أنت، لا تقيس نفسك بأي أحد. تمام، وأحديك الآن أمثلة. تمام، في ناس في مجال التقني ساهموا في بناء أشياء، يعني مثلا خلينا نتكلم عن تويتر، هم ساهموا في بنائها. تمام، هم فنيين، خلينا نقول الأشخاص اللي هم كانوا الأساسيين في بناء تويتر. تمام، الأشخاص الأساسيين في بناء فيسبوك، الأشخاص الأساسيين في بناء يوتيوب، الناس اللي يشتغلوا في التقنية في الأساس، كل هذول، تمام، لا يحسنون استخدام التقنية لأنهم ما هم بياعين بس. تمام، فتحصل مثلا
مشهور من المشاهير، فاتح حساب في تويتر وعنده ملايين المتابعين، وبيبيع يعني بيعمل دعايات عن طريق التغريدات وعن طريق مثلا سناب شات، بيدخل فلوس. بينما الشخص اللي بنى الانستغرام او بنى التويتر هو اللي بناها واسسها، وفي اشخاص ثانيين يقدروا ينفذوا نفس المشروع، ما يقدر يحقق نفس الارباح لانه ما عنده الشعبيه ولا الجماهيريه ولا يعرف يبيع المنتج. تمام؟ ف الجانب الفني مختلف تماما عن جانب البزنس. تمام؟ وتسع اعشار الرزق دائما في التجاره. تمام؟ عشر منها في الجانب الفني. تمام؟ فهل ممكن انك انت دخل اعلى من الناس اللي بنوا المجال نفسه؟ ايوه. تمام؟ التجاره ما لها ضرر. تمام؟ وتعتمد في الاساس على شطارتك انت. تمام؟ ايش الجوانب اللي هي خلينا نقول الموازية، اللي هي تمشي في خط واحد ما تتقاطع، تمشي في خط واحد، هذا لو زاد هذا يزيد، هذا لو زاد هذا يزيد، فهمت علي؟ طيب في عندك الجانب الأول التعليم. تمام؟ والجانب الثاني عندك أو نقول الفن. رأيك أنت فهمت بشكل عام فكرة التجارة الإلكترونية، تمام؟ وأنه في منتجات وفي خدمات، وأنت هتكون متسبب وليك نسبة فيها. كل شركة لها قانون، تمام؟ مش كلهم واحد، بس بشكل عام. الآن إيش الفرصة الموجودة حاليا إنه كيف تبدأ؟ هذا تعليم. خلاص؟ هذا تعليم. تعلمت كيف تاخذ المنتج وتاخذ الخدمة وتشتغل على أساسها، ترجع للجانب الفني. تمام؟ كيف هتنفذ أي حاجة؟ مثلا تفتح حساب في السوق مثلا، او تفتح متجر في مول، تمام؟ او تفتح في مثلا شركه اكس، بحيث انه انت تحط فيها منتجات بها طريقه، او تفتح لك متجر خاص، او تسوي لك موقع. هذه كلها جوانب فنيه انت هتحتاج تحصل الاشخاص اللي هم ينفذوا لك المشروع هذا. تمام؟ فبالتالي بعد ما يعني في الجانب الفني انت احتجت الناس اللي هم يعني يحطوا لك الجانب الفني، عندك برضو التعليم لا زال ولا يزال مستمر، يعني حتى على مستوى على اقل مستوى. حتى ممكن بعض الاشخاص يقول لك خلاص اوكي انا فهمت انه انت مثلا من سوق او من نون هتجيب لي المنتج بسعر كويس، تمام؟ ولكن انا ما اعرف استخدم التطبيق، ما اعرف استخدم الموقع، وابغى افتح حساب مثلا. في ناس ممكن للمستوى هذا ما هم متعلمين، وبالتالي هذه برضو كلها تعتبر خدمات تسهيليه لك. تمام؟ كل هذه فرص في النهايه تعتمد على مدى يعني ادارتك. تمام؟ هل في ناس نجحت في المجال هذا؟ في ناس نجحت وحققت مبالغ يعني نجحت. تمام؟ هل في ناس جربت وما مشي معاها الحال؟ في برضه كده، وفي برضه كده. بس ايش هو البرهان؟ البرهان انك انت تجرب. تمام؟ جرب بس بيقين، تمام؟ انه انت اذا عجبتك الشغله هتنجح.